القصر ده اللي هو كان بيكسر البيض، كنت طبعا كل يوم بشيل الدكر انزله وارجعه 4 ساعات كل يوم، 3 ساعات 4 ساعات وقت ما اطلع يعني. ما شاء الله انا بزود له زغلول كمان، حاط له زغلول زاجل مع زغلولين اهو اللحم ما شاء الله. الوقت بدات ان انا اسيب الدكر والنتايه، ما عدتش بشيلهم. ليه؟ عشان يجهزوا عش جديد بقى، لان هم دلوقتي ممكن يبيضوا في اي وقت، اجيب لهم طاجن تاني واحطه لهم بقى كمان، حتى اطلع لهم الطاجن التاني اهو. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ان شاء الله يحصوا قريب. احنا مش عايزين حاجه اكتر من ان الناس كلها تربي حمام لحم، عايزين ناس اللي هي مربيه حمام بلدي، عايزين مصر كلها تربي حمام لحم. اللحم موجود في مصر كتير، لكن في ناس مربيه في البيوت محدش يعرف عنها حاجه. الناس دي احنا عايزين نبيع لهم حمامهم، نبيع لهم انتاجهم بالفيديوهات دي، لكن نتمنى ان يكون عندهم كميات ان هي تكفي ان هم يبيعوا يعني. بعد ما عملت فيديو تسليم الحمام اللي فات وصورته للمشتري من داخل السلاكه زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده، وقلت له على كل حاجه، جاني طلبات كتير قوي 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 على الحمام اللحم، انا مش هقدر عليها. ده يا جماعه في البدايه ده اللي انا بجهز فيهم الشباب، دول حمام شباب اللي في السلاكه دي معظمهم لحد هنا كده بالشكل ده، وفي عندي شباب طاير برضه اهو. اللي بيجهز بنجهزه في السلاكه دي ونعرضه للبيع يا جماعه، انا مش متاخر عن حد اهو. في ما شاء الله برضه زغليل وشباب، في زغليل، اللي عايز زغليل ياخد زغليل. موضوع الشباب ان انا اجهزه واقعد استناه لما هو بيحصي، فالموضوع بياخد وقت. هنا برضه في المكان ده حمام شباب اهو بجهزه لسه لما يجهز هنبقى نجوزه ونحطه في السلاكه، فالموضوع بياخد وقت. في اللي عايز شباب، بس طبعا الشباب مش مضمون ان انت تقول لي ذكر وانتهى، بيكون عليه 5 رشات لسه ما ظهرش او 4 رشات لسه ما ظهرش، فبتكون المسؤوليه مش عليا، فانا بفضل ان انا بقولك من السلاكه يكون اضمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. ارجوك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. اللايك بيفرق يا جماعه وبيرفع الفيديو، بيجيب مشاهدات اكتر. ارجوك عايزين الفيديو ده ينتشر عشان نخدم الناس كلها. طبعا حضراتكم عارفين الناس كلها عايزه الحمام الشغال، فانا هعمل ايه؟ انا جاتني فكره، لان كل الناس عايزه حمام شغال، الشغال اللي عندي مش هيكفي حد، حتى لو عندي مزرعه بفضل الله ان هي هتخلص. فهي من هنا جتني الفكره ان احنا نقرب الناس ببعض. طبعا انا بعت حمام كتير لناس كتير في محافظات مختلفه، والمشكله دايما اللي بتقابلني لما حد بيطلب مني حمام في مكان بعيد بقول له مفيش شحن، فدي مشكله كبيره جدا. فبيسالني انت ما تعرفش حد قريب مني يبيع لي حمام ويكون سلاله مضمونه؟ فطبعا انا ما بعرفش كل الناس وفي كل المحافظات، لو بعرف حد بقول له. لكن من هنا جت الفكره ان احنا نعرف الناس ببعض. هنعرف الناس ببعض ازاي؟ ان انت لو عندك حمام واثق من السلاله بتاعتك ان انت تصوره لي فيديو واحنا نعرضه لك على القناه. ممكن تكون انت مش عارف تبيع حمامك، انت عندك حمام مش عارف تبيعه، عمال تعرضه هنا وتعرضه هنا وانت مش عارف تبيع الحمام. لا، هقول لك نصور الحمام ازاي. وبرضه ممكن يكون جارك اللي هو من بلدك بيدور على حمام في بلد تانية ومش عارف يشتري، فاحنا هنقرب الاثنين من بعض، هنعرفهم ببعض بطريق الفيديوهات اللي انت هتصور لحمامك. هتصور لحمامك بالشكل ده، هتصور لي كده وتقول لي ده يا عم مصطفى ده شغال ومعاه زغلول راقد على حصى ومعاه زغلول. ما ينفعش تصور لحمام كده، مش هتصور لي بقى كده وتقول لي هنبيع القص ده ولا اعرفك. هتصور لي كده في السماء كده واقول لك لا عندك حمام سايب مش في سلكات، تصوره لي كده تقول لي ده حمام معاه زغليل، هتصوره لي كده تقول لي الحمام ده راقد على بيض، تمام كده اهو زي ما احنا عملنا كده بالظبط. ده القص ده راقد على حصى، ده راقد على بيض، ده راقد على زغليل، وهكذا. ويا سلام لو هو الافضل لو هو في سلكه زي كده، لكن بشرط الامانه يا جماعه. الامانه، انت هتقول للمشتري على كل حاجه، احنا ما بنخبيش حاجه على المشتري، اللي يشتري يشتري واللي ما يشتريش ما يشتريش، لازم نعرفه كل حاجه. ده بيبيض بيضه واحده نقول له بيبيض بيضه واحده، هتقول لي القص ده شغال بقاله سنه ماشي، لازم تقول له بقاله سنتين تقول له بقاله سنتين، اشتغل عش اول شغله نقول له ده شغال اول شغل، لسه شباب بتجهزه زي الحمام ده يبقى لسه شباب. ما تصورليش بقى حمام كده في السلاكه وتقول لي الحمام ده كان شغال وانا بايت الزغاليل، برضه ما اعرفكش. تصور لي الحمام شغال يبقى تصوره لي معاه زغاليل ومعاه بيض، وتصور صور تصوير واضح وما يكونش مهزوز. المشتري من حقه يشوف الحمام كويس، مش هيجي لك من بلد لبلد او هو جنبك فمش عايزين يجي لك. تصور له الحمام واضح كده اهو، ما تهزش ايدك، وحاول تجيب موبايل تصور بيه يكون كويس.
حاول تثبت ايدك اهو فيديو، مش هينفع تصوره له صور عاديه وتقول له ده ما ينفعش. انا بقول شغال ده، انا اقول شباب بجهزه للشغل، ما فيش معاه بيض ما فيش معاه زغليل يبقى شباب بنجهزه للشغل. ولو شباب تقول عليه كام ريشه، لو صورته شباب تقول له ده شباب عليه كام ريشه. ده مثلا الذكر شغال قبل كده بقاله سنتين، الذكر شغال، النتايه لسه ما حسيتش ولا عيش، فلسه النتايه شباب بنتجهز اهو، حس لسه اول شغلها. ده هنصوره مثلا كده، ده انا بوريك مثال، انا ما ببيعش دلوقتي، انا ما ببيعش الا لما يشتغل، انا لما بجهز دول يبيضهم ويحصهم ونكشف على البيض، نكون البيض عمران، نبدا نعرضهم ونقول دول للبيع او نسلمهم للناس اللي هي بتشتري. ده اللي انا بعمله، لكن انت مش لازم تعمل كده، المهم ان انت تصورهم له كده وتقول له ده لسه بنجهزه. ويا سلام لو انت عملت زي، يكون برافو عليك ويكون احسن كمان. لان انا مثلا في ناس بتكلمني من الصعيد وانا ما فيش شحنه، انا بالنسبه لمحافظه دمياط ما فيش فيها شحنه اكتر من القاهره، اسكندريه، بورسعيد، المنصوره، الاسماعيليه، السويس، ده الاماكن المتاحه للشحن عندي من دمياط، ده لما يكون في حمام يعني، لكن ما فيش حاليا حاجه جاهزه للبيع. لكن انا بقول لك ليه، انا بقول لك انا عايز الناس دي اللي نوصل لها الحمام. واحد مثلا بيكلمني من طنطا بالغربيه، البحيره، البحيره مليانه حمام لاحم، وفي ناس بتكلمني من البحيره عايزه حمام لاحم، ما يعرفوش الناس اللي هناك، عايزين الناس اللي من البحيره يصور لنا حمامه ويقول لنا في فيديوهات واضحه وصريحه، اهم حاجه الصراحه وتقول كل حاجه، واهم حاجه تقول بلدك منين، وطبعا رقم موبايلك هنبقى نعطيه احنا للي يسال، او انت تكتبه لي في الفيديو لما تحب. يعني الناس اللي من البحيره، الناس اللي من الغربيه، الناس اللي من المنوفيه، كل مصر مليانه حمام لاحم يا جماعه، فاحنا عايزين نعرف الناس على الحمامه اللاحم موجوده فين، يمكن جارك عايز يشتري وماهوش عارف يشتري منين. المهم يا جماعه اللي يصور فيديو لازم يكون متاكد ان عنده حمام مضمون، سلاله كويسه، ويكون حمام ما فيش فيه عيوب. لازم تتاكد قبل ما تعمل لي فيديو ان الحمام بتاعك سلاله كويسه وان الحمام بتاعك مضمون ما فيش فيه اي مشاكل ولا امراض. احنا هنعرف الناس ببعض، احنا مش عايزين حاجة اكتر من ان الناس كلها تربي حمام لاحم، عايزين ناس اللي هي مربية حمام بلدي، عايزين مصر كلها تربي حمام لاحم. اللاحم موجود في مصر كتير، لكن في ناس مربية في البيوت محدش يعرف عنها حاجة، الناس دي احنا عايزين نبيع لهم حمامهم، نبيع لهم انتاجهم بالفيديوهات دي. لكن نتمنى ان يكون عندهم كميات ان هي تكفي ان هم يبيعوا يعني. ويا ريت يا رب نعرف واحد بجاره، لو حتى واحد بس استفاد من الفيديو ده يشتري من جاره وقربنا له المسافه، هيكون مفيد جدا. لكن مهم قوي 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 ان انت تقول للمشتري على كل حاجه في الحمام، والله هيجي لك نصيب وهتبيع، والله هيجي لك نصيبك، والمشتري برضه هيجي لك نصيبك. ولو انت هتعمل منشور حتى هتبيع على الفيسبوك، لازم اول حاجه تقول اسم بلدك اهم شيء، ما انتش عايز تقول السعر مش مشكله، مش عايز تقول رقم تليفونك مش مشكله، عايز تقولهم على الخاص مش حر. لكن مهم قوي قوي قوي، انا اما بلاقي اي حد ناشر حمام اول حاجه بدور عليها ايه؟ البلد فين؟ علشان اعرف هل ممكن ان هو يشحن لي حمام او قريب مني اقدر اروح له؟ هي دي اهم شيء في انك تنشر حمامك وتبيع حمامك، لازم تذكر البلد فين عشان ده اول شيء يهمني لما اجي اشتري حمام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.